تعال شوف رفيقك صرعنا ما بعرف اكتب. يلا طالع بابا بس لك شو لقيت. شو هدو؟ ما بعرف لقيتهم على الاسطوح. روح شوف روح. فريد مسك مسك هالقراشة ناطرك. ها شو جابنا الاسطوح هدول؟ والله ما بعرف لقيتهم هنك مسدودين. مين بده يزت بواطه جديده على الاسطوح يعني؟ شو بيعرفني؟ هات لقي ساد لا روق هدول مو النا. شلون مو لنا؟ لقيناهم على اسطوحنا. شلون يعني لقيناهم على اسطوحنا؟ شو السماء بتشتي بواط يعني؟ طب بس لقيسو ما بتقيس شي بنوب. اتركهم عندك خبيهم جد حدا يسال عنهم. يلا لشوف. ما بيجوز يا بابا شو هالحكي؟ يلا ضبهم مو النا هدول. فوت حبيبي فوت فوت مروه فوت. امي بدها اياها. اهلين حبيبي رجاء. هي تعي تحملي امي رح تبرد المي خلصينا. اي حبيبي شو قالت لك الماما؟ اعتبري قيل عنا على البيت بدها اياكي. اي الا جايه شوي تاني. رجاء شو كنت عم تعمل جوا؟ امي بعتتني بدها شغله. كريت امي تبعتني على بيت ابقى اسعد. يا بي لك شبك انت وياه؟ عادي يا دخيل الله العادي كل وحده احلى من الثانيه وخاصه هاي المطلقه. شباب هيك ما بيصير. بعدين الحاره مليانه بنات. هدول غير شكل حلوين مثل القطر. خيي انا رح اروح على البيت. لك انو بيت تعال لهون احكي لنا شو شفت بس دقيقتين. صايرنا شوي لعم بعيونك. لا المحل مضمون يعني بتعرفي هدول اهلي. المحل اكابري كتير وهنن اصلا بدهم صبيه انيقه ومرتبه ونظيفه مثل حكايتك. يعني شو طبيعه الشغل بالضبط؟ يعني مثلا بتلفي علب حلو او تتعاملي مع الزباين بيعي وتشتري شغله نظيفه وظريفه. انا جاهزه من هلا لك. لا من بكره. بكره بترتبي حالك تضبي لي شعراتك بتلبسي هيك لبس تكون نظيف ومرتب. عم تسمع علي؟ مالك؟ شو ها؟ شو عامل بحالك؟ كنا عم نلعب. عم تلعب؟ تلعب بالأرض؟ فوت! فوت على الحمام! ايه باسمة؟ انت مالك ناوية كمان هيك تشتغلي؟ ايه ان شاء الله. الله كريم. طيب ورش
جيب لي فنجان قهوه. مرحبا سميرة، هاي الحارة اللي خلق فيها ولد فيها ودور رفقته المدرسة، شو بكي؟ ما بفهم، ما في يعني ما في. شو بدك يعني؟ نربط الولد برج التخت مشان ما يتحرك؟ لا والله، بدي نعرف نربي ولادنا. ايه خلونا نفهم الفيلم. شو تفضلتوا؟ لا عم شوف الفيلم لسه كله صريخ صريخ. اطفي التلفزيون لشوف واسترجي رجع اشعله. ايه استاذ وائل، وين صرنا؟ انت الظاهر اليوم مسمومة كتير وحابة تعملي نكد، مشان هيك أنا رح أنقلع من هون أحسن إلي ولك. طبعاً، ما هي عادتك، بتتركه بتمشي وكل شي على رجلك. لا ماني تارك وماشي، بس النقاش بين مرة ورجال بالعصبية ما بودي نتيجة، فمية بقى. لا أنا ما بفهم، معك حق، أنا ما بفهم، ما بفهم أنا. لا بالعكس ما شاء الله ليكك بتفهمي. دخيلك ودخيل فهمك وثقافتك أنت. لك أختي أنا لاني مثقف وأنا بطيخ، عم أشرح لك إياها للمرة الألف. انا بدي امشي من البيت مشان ما اكبر الخناقه، فهمتي علي؟ لا تكبر الخناقه، لا تكبرها، بس لا تتهرب من مسؤولياتك. لك هلا انا عم بتهرب من مسؤولياتي؟ ماشي اساله، اساله عن المخدرات اللي عم يتعاطاها الاستاذ. لحظه لحظه شوي، هلا رجع عم تعاطى مخدرات؟ ما مو مخدرات، شو دواء، دواء السعلي اللي عم تشتري من الصيدليه. ماما انا دواء سعلي وانا صيدليه؟ لك عم تكذب علي كمان. طولي بالك، طولي بالك لشوف. قلي بابا بهدوء عمهلك، احكي لي شو القصة. بابا خلص من كام يوم قال لي انه اشتري له دواء سعري من الصيدلية، جبت له اياه ومشي الحال. من وين غليس؟ غليس يلي ساكن بالحارة. اللي عنده طرطيرة. بابا انت اخذت منه شي مصاري مقابل هاي الخدمة؟ لا بابا معقول؟ لا طبعا مو معقول، انت قدمت له خدمة انسانية لرجال مريض، ما هيك؟ ايه والله هيك اللي صار. شرفي يا مدام، انت عم تعاقبيه لابنك لانه عم يقدم خدمه انسانيه للناس، تفضلي عاقبيه، عاقبيه مثل ما بدك. يعني مصر انك تكذب؟ ما والله ما عم يكذب. انت خرس، حسبت لك انك كذاب. بعيني وينه؟ وين مخبيه؟ امشي يلا اطلع. وينه؟ ولك وينه؟ شفت شلون انك جبان؟ كم مرة قلت، كم مرة قلت لك انا ما بدك تقرا شيء تستشيرني؟ انا يا بوافق لك يا لا ولا. ما بتفهم ولك ما بتفهم. يلا يلا عم تطلع؟ شو بدك؟ اه مو عيب الجار يتطلع على جارته؟ بس انا ما عم بتطلع. صرت شايفتك اكثر من مره واعمل حالي مو شايفه.
قالوا فاضل جاب عروس جديدة من الضيعة وما شفناها. وهي العروس شفتها؟ عجبة مو؟ لا مو عجبة، بس أنا ما كون هون عم بتطلع، كون عم بلعب. عم تلعب؟ صرت شب ولساتك عم تلعب؟ لأني أنا ما أحب أطلع على الحارة. وأمك ما بتخليك ما؟ تضربك؟ لا شو تضربني؟ ما أنا صرت شاب؟ وأي صف صرت؟ تامي. شاطر بالمدرسة؟ إيه طبعا. برافو عليك. مدرستك بعيدة؟ يعني بدها شي ربع ساعة نص ساعة مشي هيك شي. يي معنات المدارس هون كمان بعيدة. قال بدهن يعمروا هون وحدة براس الحارة بس. يي روح روح. أهلين يا بيت. زينب يعني مش عبالك تروحي على الشام؟ حلوة؟ لك شو حلوة؟ حلوة كتير، هيك شغلة مثل التلفزيون. بتعرفها منيح؟ مو كلها، الشام كبيرة كتير، المالكي، أبو رمانة، باب توما، وفي الشيرتو، أبي مرة أخذنا عليه. يا الله، جاي عبالي يروح لهونيك. يا رجاء رجاء هذا رفيقي له أي. طيب نزل شوف شو بده. مو جاي عبالي انزل على الحارة. رجا اهلين وي. فوت نادي لاخوك رجا. منه؟ ايه ماشي يسلم.